بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة بإذن الله هنتكلم عن موضوع في غاية الأهمية. كتير قوي في الأيام دي دلوقتي إن احنا نسمع عن جريمة قتل جماعي، أسرة بحالها اتقتلت. إيه الموضوع ده؟ وليه كتر اليومين دول وما كانش موجود زمان بنفس الكم ده؟ يعني لما تيجي تسمع يوم 13 فبراير من كام يوم كده سمعنا عن حادثة في دشنة، واحد أطلق النار، شاب قد أطلق النار قتل والده ووالدته وزوجته وأصاب أخته وجوزها. قبليها تفتكروا كان في حادثة في الإسماعيلية، شخص ذبح المجني عليه وشال راسه ومشي بيها تجول بيها في الشوارع. قبليها في شهر مارس برضو 2021 في مدمن شاب في قنا قتل 3 من أشقائه. في الفيوم برضو في 2021 شخص هاجم على منزل أهل زوجته وقتل زوجته وابنه وأخته وشقيقة زوجته وأصاب حماته واتنين من أبنائه. الله، كل المجرمين دول لما تحللت العينات الدم والبول بتاعتهم ثبت ان هم متعاطين لمادة منشطة بقت اصبحت للأسف شهيرة جدا في العالم العربي. في كثير من دول العالم العربي بيسموها كريستال او ايس او ميث، في مصر بيسموها التشابو. التشابو ده لو تفتكروا احنا كنا زمان لما جينا اتكلمنا على اول مرة اتكلمنا فيها على المخدرات، على المواد المؤثرات العقلية، قسمناها لنوعين كبار: مخدرات ومنشطات. والمخدرات دي اللي معناها بتثبط الجهاز العصبي المركزي وبتخلي الشخص قاعد في يعني افعاله كلها بتقل، على عكس المنشطات اللي هي بتنشط الجهاز العصبي المركزي بتخلي افعاله كلها فيها حيويه. لما نيجي ندور على التشابو ده هنلاقي ان اخترعه واحد ياباني اسمه ناغايوشي ناغي، ده سنة 1893، وده اشتق وهو هي المادة العلمية بتاعتها اسمها ميث أمفيتامين، ودي مشتقة من الأمفيتامين. والراجل ده لما اخترعها بعد ما اخترعها الجنود الألمان استخدموه في الحرب العالمية الثانية عشان ينشطوا ويحسنوا الأداء بتاعهم أثناء الحرب. ببساطة شديدة أنا عايز أقول لك حاجة لازم تخلي بالك منها: لو أنت عندك واحد مدمن الكريستال او الشاب في البيت، معناها ان انت حاطط في بيتك شخص هيقتلك وهيقتل الاسرة باكملها. ولذلك الموضوع ده لابد ان يؤخذ بجدية شديدة جدا، لابد ان تطلب العلاج، تعرض ابنك على مصحة للعلاج. لو فشلت في كده بلغ الشرطة بدلا من ان تصبح ضحية جديدة في صفحة الحوادث. الموضوع ده خطير جدا، لانه للاسف الشديد جدا انت بتعتقد ان الموضوع مش هيبقى زي غيره، لا، هو بيمشي بالتدريج 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 لغايه لما بيوصل ان هو بيقتل كل من في البيت. ودي نقطه ارجو انك انت ما تاخدهاش ببساطه. طيب في مصر ليه سموا الماده المنشطه دي سموها التشابو؟ الحقيقه هي اتسمت على اسم اشهر تاجر مخدرات في العالم، وده كان اسمه جواكين جوزمان، وده كان شهرته التشابو، وهو راجل مكسيكي اتولد سنة 1957، وبقى اكبر تاجر مخدرات في العالم سنة 2003 لما المنافس ليه تم القبض عليه. فهو سنة 2003 اعتبروه اشهر او اكبر تاجر مخدرات على مستوى العالم، لدرجة ان هذا الرجل خلى امريكا اكبر مستهلك مخدرات في العالم. الاطنان اللي اتمسكت بس من الشحنات اللي هو كان بيحولها امريكا وصلت 500 طن. يعني الرجل ده لوحده امريكا قدرت ان هي تمسك 500 طن من الكوكايين والميثامفيتامين والهيروين. المواد دي كان بيشحنها بالاطنان لامريكا. ولذلك
هذا الرجل ليه قصص غريبة جدا لما تيجي تشوف الهيستوري بتاعه. الرجل ده اتقبض عليه سنة 1993 في جواتيمالا، تم تسليمه للمكسيك، وفي المكسيك اتحكم عليه لمدة 20 سنة. سنة 2001 من يعني اتقبض عليه 93، 2001 قدر يهرب من السجن، دفع رشوة كبيرة جدا للحراس بتاعته وهرب من السجن. أمريكا عرضت 5 مليون دولار لأي واحد يقدم معلومات تؤدي للقبض على هذا الشخص، وبالفعل تم اعتقاله والقبض عليه مرة تانية سنة 2014 في فبراير 2014. عشان تعرف ان مدى ثقل تجار المخدرات، ولاده جم اشتروا بيت على بعد 1.5 كيلو من السجن اللي ابوهم مسجون فيه، ودوا لابوهم هذا التاجر الشهير ساعة مزودة بخاصية الجي بي اس، ودخلوا في البيت اللي هم اشتروه على بعد 1.5 كيلو من السجن، واشتغلوا بحفار وبدأوا يحفروا في اتجاه السجن حفروا نفق لمسافة 1.5 كيلو لغاية لما قدروا يوصلوا للمحبس بتاعه أو الزنزانة بتاعته، ومن خلالها ركبوه دراجة نارية صغيرة بمواصفات خاصة قدر يركبها ويعدي 1.5 كيلو دول ويخرج من الفيلا. والكلام ده كان امتى؟ في يوليو 2015. يبقى دي تاني مرة يهرب فيها. اعتقلوه مرة تالتة في 2016، والمكسيك سلمته لأمريكا في يناير 2017، وفي فبراير 2019 اتحكم عليه في أمريكا بالسجن مدى الحياة بالإضافة ل 30 سنة أخرى وغرامة قيمتها 12.6 مليار دولار. ده أشهر تاجر مخدرات وكان اسمه التشابو، يمكن ده سبب تسمية الكريستال أو الميثامفيتامين، سبب تسميته في مصر التشابو. إيه مشاكل التشابو ده؟ مشكلته خطيرة جدا في إيه؟ إن هو من المخدرات ليس من المخدرات الطبيعية، بل هو من المخدرات التخليقية. يعني إيه مخدرات تخليقية؟ ده مش نبات طبيعي، لا، ده بيتم تحضيره من مواد كيميائية، ولذلك بما إنه بيحضر ممكن في شقة صغيرة جدا تحضر منه كميات كبيرة جدا، وبالتالي بيؤدي لسرعة انتشار كتيرة جدا في المجتمع. وبرضه كون ان هو بيتحضر فبيتحط عليه اضافات بتختلف من معمل لاخر عشان تؤثر على المخ، بعض الناس بتحط اسيتون، بعض الناس بتحط كله، بعض الناس، المهم ان في اضافات هتتحط عليه بصوره او باخرى، وبالتالي في بعض الاحيان بتكون هناك اضافات خاطئه بمفردها بتؤدي للوفاه من اول جرعه الشخص ياخدها. يبقى اول خطوره ان هو مخدرات تخليقيه وليس مخدرات طبيعيه. تاني مشكلة انه التشابو ده او الكريستال ده ادمانه سهل جدا، لدرجة انه بضعة مرات من التعاطي، وفي ناس بتقولك انه من اول مرة يحدث الادمان دي من اول مرة، ولكن هو في معظم الابحاث بيقولوا انه هو في بضع مرات قليلة جدا يحدث الادمان بتاعه. تالت مشكلة من مشاكل التشابو ده ان علاجه صعب جدا، ومفيش انتيدوت ليه، مفيش مضاد متخصص، بالتالي انت بتعالج الاعراض بتاعته وعلاجه صعب، وان كان طبعا من الجائز الشفاء منه اذا كان في عزيمة وفي اصرار وفي طريقة، يعني في رعاية طبية مكثفة عشان نقدر نتعامل مع هذا الشخص. هذا التشابو او الكريستال بيتم حقنه بالوريد او استنشاقه كدخان او بلعه بالفم. لو احنا الشخص اللي بياخد جرعة واحدة، هذا التشابو بيظل تأثيره في الدم لمدة 12 ساعة، وفي البول يقعد لغاية 4 أيام تقريبا، ولكن عند المدمنين اللي هم بيتعاطوا أكثر من مرة بيظل في دم المدمن على حسب يعني مستوى الإدمان بتاعه، بيظل في الدم من يوم إلى 3 أيام، وفي البول من أسبوع إلى شهر تقريبا على حسب درجة الإدمان.
طب ايه خطورة التشابو ده، وهو ليه بيدفع وبيؤدي ليه يوصلنا انه هذا الشخص بيوصل انه يقتل اسرته بالكامل؟ في البداية الشخص اللي بياخد التشابو ده، بيعمل زيادة افراز الدوبامين ده في المخ، دي مادة موجودة في المخ، فده بيزود افرازها، دي مسؤولة عن الشعور بالنشوة والسعادة وبتديك القوة المفرطة. شخص بعد ما بيتعاطى ده بيبقى عنده قوة مفرطة لدرجة ان هو يقول لك بيساوي قوته 10، او الناس تقول لك لغاية قوة 20 رجل، يعني لو واقف قدامه 10 20 هيضربهم من القوة. الشعور تديله بالشعور بس بالقوة، هي بتديله قوة حقيقية، وبيخرج من عالم الواقع بيعيش في عالم تاني من الخيال، كله نشوة وسعادة ونشاط وحيوية، ويبقى أليرت جدا شديد الانتباه، ويفضل صاحي 3 4 أيام، وبعد كده يدخل في نوم عميق وملوش نفس ياكل خالص، لدرجة إن هو بعد كده لما نشوف إن هو بيخس بدرجة كبيرة جدا، عنده رغبة جنسية عالية في البداية، هذه الرغبة الجنسية بيعادلها في البداية قدرة جنسية، مش رغبة بس، يعني رغبة جنسية عالية وعنده قدرة جنسية عالية، ده في البداية، خلي بالك الكلام ده في بداية التعاطي، ده للناس اللي لسه في البداية، لسه ما فيش تأثيرات سيئة حصلت على المخ. ويبقى في اتساع في حدقة العين، ارتفاع في درجة حرارة الجسم، وأخطر حاجة في البداية إن بيبقى في زيادة في ضربات القلب وارتفاع في ضغط الدم، وبالتالي هذا الشخص عرضة للإصابة بسكتة قلبية أو ذبحة صدرية، وممكن تصل الموضوعات إلى الإيه؟ الموت المفاجئ. الخطورة في الأضرار اللي هي على المدى البعيد. على المدى البعيد أضراره شديدة الخطورة على المخ، اضطراب الذاكرة، اكتئاب حاد، تلف معظم وظائف المخ، هلاوس بقى، هلاوس حسية وسمعية وبصرية، هلاوس بتجيله في كل حاجة، متلازمة الشك، دي بقى دي مشكلة خطيرة جدا، بيبتدي يشك في كل اللي حواليه، وهذا بيدفعه ان هو بيبقى عنده سلوك عنيف جدا جدا وعدواني غير متوقع للأهل والأصدقاء وأصدقاء التعاطي. دي خطورته، ان هو بدأ يشك في الناس اللي حواليه كلها، اي تصرف هو متخيل ان الناس دي كلها خلاص بدأت تبقى هتبقى ضده وعايزه تنال منه، وبالتالي الهلاوس الحسيه والسمعيه والبصريه هتدفعه بعد كده لهذا السلوك العدواني اللي يوصل بيه انه يقتل ابوه ويقتل امه ويقتل اخوه ويقتل زوجته ويقتل ابنائه، وعمال يذبح فيهم ولا كانه بيذبح في دجاجه، او يعني ما فيش الموضوع مش بالنسبه له مش فارق جدا، وبيذبح بدم بارد وقدرة رهيبة جدا، يعني مش فارق معاه هو اللي قدامه دول درجة قرابته ليه ولا صداقته ليه أبدا. وعشان كده بقول لك أنت حاطط في البيت الشخص اللي هيقتلك وهيقتل أسرتك بالكامل، لازم تخلي بالك من الموضوع ده. طبعا بيحصل انخفاض ملحوظ جدا مع في الوزن بشكل كبير جدا، هتلاقي الشخص اللي كان شاب شديد تلاقي فجأة بقى العجز بتاعه كأنه بقى عند 60 سنة، شاب 25 سنة تحس انه عنده 60 سنة، تحلل وتآكل في الأسنان كلها بشكل لا تتوقعه. أرجوك المخدر المنشط هذا، لو ليس مخدر هذا المنشط خطير جدا جدا جدا، لازم نجري بسرعة على أبنائنا، نحافظ الأول التوعية، نحاول نوعي أبنائنا، نشوف أصدقاء أولادنا، نبعدهم عن أي مشكلة من مشاكل التعاطي، لأنه للأسف الدخول في عالم التشابو أو الكريستال يصعب الخروج منه، وفي الآخر هنلاقي نفسنا احنا خايفين نبلغ، خايفين نحافظ، عايزين نحافظ على ابننا، عايزين نحافظ على وضع الأسرة، كل ده هيؤدي في النهاية لحاجة واحدة بس، ان احنا نلاقي نفسنا اصبحنا موجودين في عناوين صفحات الحوادث كضحايا. ان شاء الله نتمنى الخير للجميع والسلامة للجميع، وربنا يحفظ ابنائنا من كل شر. نشوفكم دايما على كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.